ترد في القرآن كثيراً، وردت مئات المرات. فما هو الحق؟ خلق السماوات والأرض بالحق. من أدق معاني الحق أنه الشيء الثابت دائم، يقابله الباطل، والباطل الشيء الزائل. الحق الشيء الدائم، والباطل الشيء الزائل. يعني نحن حينما نبني جامعة نبنيها بالحق، لأن هذه الجامعة وجدت لتبقى، وحينما نقيم سركاً أسبوعين ما في داعي للحجر، خيمة. فالباطل شيء زائل والحق شيء ثابت. الحق هادف، في هدف كبير يحققه، والباطل عابث. فإذا أردنا أن نختصر، الحق والباطل ثابت هادف، زائل عابث. الباطل الله عز وجل وصفه، قال إن الباطل كان زهوقا. كلمة زهوق بالاشتقاق اسم مفعول، يعني صيغة مبالغة، فعول، كذوب. إنسان بيكذب مرة واحدة كاذب، إذا كثير الكذب يقال له كذوب، حسود. فصيغة فعول صيغة مبالغة، والمبالغة إما نوعاً أو كماً. فإذا قال الله عز وجل إن الباطل كان زهوقاً، يعني أكبر باطل بالأرض الإلحاد. دولة عظمى تملك قنابل نووية تدمر بها الأرض 5 مرات، ومع ذلك انهارت وتداعت وأصبحت دولة من الدول التي لا يعبأ بها. إن الباطل كان زهوقا. ففي نقطة دقيقة جدا، هل أنت على حق أم على باطل؟ على حق شيء ثابت وهادف، على باطل شيء عابس وزائل. يعني مرة كنت في مؤتمر بفرنسا، قاعد واحد أعلم يقين أنه ملحد، فقلت له كلمة: من بلغ الـ20 ولم يكن شيوعياً فلا قلب له. كثير انبسط، كثير، أي طبعاً طبعاً. قلت له: كمالت النص، ومن بلغ الـ40 وبقي شيوعياً فلا عقل له. باطل، لأنه أكبر باطل. تملك قنابل نووية تدمر العالم كله، وتداعت من الداخل. فكل شيء حق ثابت وهادف، وكل شيء باطل زائل وعابث. يعني ممكن ورقة علامات لجامعة، كلية طب، سنة التخرج، ممكن أمسك القلم أضع علامات لكل اسم علامة من عادي، وما له علاقة بالواقع إطلاقاً، ولا ويراء ما صلحتم. هذا عمل عبثي، هذا إذا عمل غير هادف، غير منضبط، ما له قواعد، عمل عبثي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ لكم كلمة دقيقة، من هو الغبي؟ أنا والله لا أجد على وجه الأرض بالـ5 قارات من آدم ليوم القيامة أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته. غبي، وقد يكون طاغية كبير، قد يكون له يملك قوى مذهلة، لأنه ما دخل الله في حساباته. ومؤمن صغير لأن الله أدخله في حساباته عند الله كبير. مؤمن صغير
قد يكون موظف بالدرجة العاشرة، بيته صغير، دخله قليل، لأنه أدخل الله بحسابه، أي ما بصير. إن هي مثل بسيط، سيدنا عمر رأى راعياً قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، فقال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ما تريد، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما لا حل فيه. شايف أين الله؟ فقيه كبير صار، يعني راعي، لا عنده مكتبة ضخمة، لا عنده مؤلفات، ما في شيء، راعي، لأنه قال أين الله؟ عالم كبير صار. وبيجي إنسان يعني يعمل عمل مخيف بظن أنه بينفذ. في مرة طبيب من كبار أطباء دمشق، يعني لازم دروسي شي سنتين تقريباً، أنا بعد الخطبة لي مكتب بالجامعة، يعني بعض الضيوف بيحب يقعد معي شي ساعة زمان بعد الخطبة، فهو طبيب مخبري، بيجي لعنده شخص من الساحل زوجته معه ورم خبيث بكتفه، فبيفحصها بياخذوا على غرفة ثانية، بيقول له شو؟ سرطان معه، قال له لا، بين عن طبيب سنتين، ما قال سرطان، سنتين، كل أسبوعين لقاء، قال التهابات، يعطينا مسكنات ومضاد التهاب، وبسنتين أخذ منا مبالغ فلكية. أم قال لي الطبيب، قال لي والله طالب طب مو طبيب، طالب طب بيعرفوا سرطان، لكن أغفلوا أغفل سرطان وله التهاب حتى يبتز ماله، خلى عنده سنتين، كل أسبوعين لقاء، مسكنات، مضاد التهاب، وورم خبيث. هذا الإنسان ريفي، لما شعر أنه الطبيب ضحك عليه سنتين ودفع له مبالغ فلكية، قال لي انتحش على الأرض وبحث، قال له يا رب إذا كنت موجود انتقم منه، وإذا ما انتقمت منه ملك موجود. خطأ كلامه طبعا، بس هيك كلامه، قد ما تألم سنتين، كل أسبوعين زيارة وأتعاب ومطاري ودوية، وهو مرض خبيث، ما قلت لي عنه خبيث. هذا القصة انتهت. يقسم بالله بعد 11 شهراً جاءه هذا الطبيب مصاب بسرطان بالكتف، شيء مخيف. في حادثة، إنسان يبيع قماش في أحد أسواق دمشق، نحن عندنا سوقان مغطيان حميدية مدحت باشا، عنده محل أقمشة بسوق مدحت باشا، سمع إطلاق رصاص، مد رأسه جاءت رصاصة في عموده الفقري فأصيب بالشلل فوراً. هي القصة وانتهت. أنا ماشي بالطريق، طلع واحد من محله التجاري، تاجر كبير، ودعاني لفنجان قهوة بمحله، فتت، قال لي هذا اللي إجا على محله يبيع قماش، هذا شو سوى؟ قلت له ما سوى شيء، قال لي ارتكب ذنب، قلت له أبدا، قال لي اجت رصاصة انشل فيها، قلت والله أنا لا أعلم، أنا لا أستطيع أن أتحقق من عدل الله بعقلي إلا بحال مستحيل أن يكون لي علم كعلم الله، أنا أصدق أن الله عادل، أما القصة ما بعرف تفاصيلها، بس
والله بعد 20 يوم أحد طلابي كان مدير معهد في الجامعة عندي قال لي إلنا جار ساكن فوقنا توفى أخوه من سنة وأخوه له بيت مأجره وهذا الأخ عم يتقاضى الأجره أخذ أول شهر الثاني أخذ 8 أشهر وما دفع لأولاد أخوه الأيتام ولا قرش طالبوه مرة مرتين قالوا ما في فشكوه إلى أحد علماء الشام الشيخ حسين خطاب كان شيخ القراء فاستدعاه قال له لن أدفع لهم شيئا هذا الحاضر بوقاحة قال له يا أبني هذا بيتم عمكم إن شكيتوا للقضاء لا يليق بكم شكوه إلى الله هو نفسه سمع إطلاق رصاص مد رأسه جاءت رصاصة بعمود الفقري شل الفورة هلا أنا حكوا كلمة كل واحد منا يعني سمعان شيء 500 قصة من آخر فصل ما له معنى لكن كل واحد منا في عنده قصتين 3 5 10 شايفة من أول فصل شايف عدل مطلق فيها أنا إيماني الألف قصة مثل 5 قصص بس أنت أتيح لك أن تعرف هذه القصة من أولها لآخرها بس ما أتيح لك ببقية القصص أن تعرف أول فصل فيها في عدل مطلق قال لي أخ مقيم بحلب فأنا دروسي تنقل بالإذاعة يومياً فمرة نقلت الإذاعة إلى حلب يعني صار في نقل إذاعي إلى حلب بيقول واحد عنده أولاد أخ أيتام وما أعطاه الحقوق إطلاقا بيخبر المحامي قال له فورا أعطيهم حقهم فالمحامي استغرب أنه له صار له شيء 2 3 سنين مانع الحق عنه قال له شو صار؟ قال له والله سمعنا قصة الإذاعة تخوف فنفس الشيء الثاني نفس الشيء أخواننا الكرام كل ذكائك وعقلك وكياستك وتفوقك أن تدخل الله في حساباتك هذا اللي قالوا أين الله ما بدك بس تقول أين الله وضعت يدك على جوهر الدين لو كان معلوماتك ضعيفة ما في مشكلة تخاف من الله لأنه ما قال له بيعني شاة تخص منها ليست لي قال له قل لي صاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله يا أخي الكريم لما بتقول أين الله هنيئا لك كثير في أزواج إذا البيت ما طوبتي لي يعني أعطيتني إياه طلقك أنا أخاف بعد ما أخذوا طلقك بتمرق هي عند الله والله مرة التقيت بموظف يحمل معه صلاحيات كبيرة جدا يعني ممكن يحط واحد 2 سنين محجوزة حريته بدون ما يتوجه له ولا تهمه ممكن تشاهد الناس كلها الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله وطولتك أن تهيئ جواب لله لكل شيء يساوي وهي البطولة معك جواب لله عز وجل يعني مثلا تزوج وحدة شابة هو بالـ60 طلبت منه بيت لابنها إلى زوج توفي ولا ابن منه رأسا كتب له بيت والقديمة زوجة السابقة عندها منه 5 أولاد ما كتب بيت ولا الولاد هي قضية محاسب عليها ما في عدل صار لما بتدخل الله حساباتك لما بتقول أين الله ما بقدر لعل أحدكم عفوا شو قولك إذا معك فتوى من رسول الله مو من عالم عادي مو من مفتي عادي من سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم معك فتوى منه
ولن تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. الدليل: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لا تنجو ومعك فتوى من رسول الله. لعل أحدكم ألحن، طريق اللسان، ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذه قصة طويلة ومعقدة، بس ملخصها أن الله عاتب نبيه أشد العتاب. ولا تكونن ظهيرا للمجرمين، عتاب هذا، لأنه حكم تصور وضع غير صحيح. درع وضع عند يهودي، واليهودي ما عمل شيء إطلاقا، فتوهم، تبين أن اليهودي هو الذي اقتنص. في مشكلة، قصة طويلة. فالنبي ظن أنه الصحابي بريء واليهودي مذنب، فجاء العتاب الشديد من أجل يهوديه: ولا تكونن ظهيرا للمجرمين. مع الله ما في مزح يا أخوان، كل بطولتك تكون مع الله تمام، كل وشراب وتزوج ودروس وخد شهادات واشتري بيت وأسس البيت، كله مباح، بس إياك أن تظلم، إياك أن تأخذ ما ليس لك، إياك أن تفكر كيف. يعني أحياناً شو بصير؟ واحد معه مال بس في مصلحة لا يملك خبرتها، يشارك واحد. الواحد لما عقد معه عقد الشراكة على التأمين، فهذا الأول يأخذ هذه الخبرات منه، بعد أن استكملها ضايقه، اتجهم بوجهه، أهانه قدام شخص، ما بقى يتحمل، قام تركه مشي، يكون مخطط الآن، أخذ خبرته، أوهمته بالشراكة، قبل، أعطاني كل شيء بيعرفه بهالموضوع، فلما استكملت الخبرة، أنا مالي بحاجة له، ضايقته وقام طلع من الشركة. مع الله ما تمشي. مرة قلت لواحد، قلت له والله في الله عنده سرطان، عنده تشمع كبد، عنده فشل كلوي، كل مرض بيساوي حياة الإنسان جحيم لا يرضى، كل مرض، فشل كلوي، كل أسبوع مرتين غسيل كليه، بيبقى بالمئة عشرة من حمض البول بالدم، بيساوي له نرفزة، ضيق نفاذ، ضيق خلق، بيساوي له فشل كلوي، عندك كليتين يعملان بانتظام، وكل جلسة شيء 8 ساعات، بالأسبوع مرتين، كل جسمه مثقوب بالإضافة، عندك كليتان تعملان بانتظام، نعمة كبيرة كثير، وممكن يكون في خطأ بسيط يدفعك ملايين. الله كبير، والله يا أخوان لا أرتوي من هذه الكلمة، كبير. أوعك تغلط، أوعك تظلم، أوعك تستغل قوتك أو تستغل مكانتك الاجتماعية أو تستغل مالك. الله كبير، والله عز وجل يعاقب بعض المسيئين، مو كلهم، ردعاً للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، لكن الحساب الختامي يوم القيامة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني في نقطة أخيرة، الله عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها، يعني ما من إنسان على وجه الأرض إلا وسيرد النار. المؤمن، طيب صحابي، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً.
ورود النار غير دخولها، دخول النار عقابا، أما ورودها زيارة. من إذا كان دولة من الدول النامية بالشرق الأوسط أنشأت سجن مركزي حضاري، يعني غرف وفي صحافة وفي مسجون لكن محترم، وجاء وزير داخلية بريطاني، أحب الوزير الداخلية بالشرق الأوسط يفرجي الوزير البريطاني إنه عندنا سجن حضاري نحن بتناسب مع حقوق الإنسان، فأخذ الوزير البريطاني يفرجي السجن. هل يعد هذا الوزير سجينا؟ لا، هذا زائر. لذلك المؤمن يرد النار ليرى عدل الله المطلق، لأنه أسماء، لأن أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا كلها، إلا اسم العدل محقق جزئيا. الله بكافئ بعض المحسنين وبيعاقب بعض المسيئين، فحتى يتحقق أي إنسان من عدل الله المطلق يرد النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ورود النار لترى عدل الله المطلق. لذلك إخواننا الكرام، كل بطولتك أن تبقى على الحق. شوف الحق، الاستقامة حدية. كيف؟ قد يكون عندك مستودع للوقود السائل بسع 1000 لتر، فإذا ملأته وأغلقته وغبت سنة ما بينقص ميلي لتر. نقول المستودع محكم، الإحكام حدي، ما في إحكام نوعي، يعني محكم بالـ180 يا محكم يا غير محكم. أما غير محكم نسبي، إذا كان غير محكم ممكن ثقب بسيط يفرغ المستودع بسنة، ممكن بشهر، ممكن بيومين، إذا ما في قعر ولا دقيقة. فالإحكام حدي وعدم الإحكام نسبي. فالاستقامة حدي، العمل الصالح نسبي، العمل الصالح قد ما بتقدر. المستودع محكم، أنا معي عبي 100 لتر، الثاني عبى 200، هذا 500، هو بسع 1000 لتر، فإملاؤه نسبي، أما إحكامه حدي، الاستقامة حدية، ما في حل وسط، مستقيم أو ملك مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. لذلك أختم هذا الدرس، الحرب بين حقين لا تكون، مستحيل بين نقطتين تكون مستقيم واحد. حاول ترسم 1000 مستقيم بين هاتين النقطتين، ما بتقدر، كله بيجي فوق بعضه. بين نقطتين بمر مستقيم واحد، والحق مستقيم، الحق لا يتعدد، لا يتعدد. لذلك المعركة بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق، وبين باطلين راحت مع العمر لا تنتهي. فكلما الحرب دامت وطالت تكون الطرفين على باطل، الطرفين على باطل. أما الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. والحمد لله رب العالمين.